هلو هلو في حلقة جديدة من ميز شو النهاردة بطل الحلقة البرتقان البرتقان داخل في كل الوصفات هنعمل النهاردة مع بعض مربى البرتقان ممكن نبتدي فيه علشان نشوف مراحل تحضيره إحنا مع بعض بصوا المربى عادة في منه نوعين يعني بنشتري منتجات المربى بتلاقوا مكتوب عليه جالي كنت قلت لكم إنه هنحط آه مكون مش متعارف عليه قوي بالمربى عندنا بس هو بره شايفين بيبقى عامل ازاي ده بيسموه بيسموه جلي هتلاقوا مثلا ستروبري جلي غير ستروبري جام جلي عشان مندخل فيه جيلاتين لانه طبعا البرتقال من الفاكهه اللي مليانه سوائل احنا نعصره بيفضلش ولا حاجه هنحط النهارده معاه شويه جيلاتين حاطين عود قرفه وحاطين كمان آه رنفل عشان كده بيبقى فيه كمان فوايد لينا في الشتاء واللي يحب كمان يضيف جنزبيل هيطلع حلو قوي. تعالوا نبتدي بالبرتقان هجيب حبايه برتقان عاده بناخد القشر في ناس ما بتحبش القشر بس هو القشر من الحاجات اللي بتدي مراره حلوه بس بيبقى لو حطيناه يعني بصوا هنقشر ازاي؟ خلوني اجيب سكينه كده زي المنشار احسن اهي لما نيجي نقشر البرتقان للمربى ناخد حته كبيره يعني بنعمل كده حته سميكه شويه بحيث هنقشر بنفس الوقت البرتقانه ناخد القطعه دي شايفين باخد الحته البيضة معاها ده كمان بيتعمل كاندي يعني بيتسكر بيبقى زي الكاندي كده في ناس غاويه مراره البرتقان النكهات كلها على فكره يعني جسمنا بيبقى محتاجها ساعات جسمنا بيطلب حاجه مسكره حاجه ممرره حاجه زي ما بيطلب القهوه أه حاجه حادقه بتبقى جسمنا محتاج في الوقت ده بتترجم لكريفنج او نشتهي الحاجه دي بناخد القشر ده وبناخد كمان خلوني بس اشيل الحته دي بصوا بنيجي هنا ما بين الحزوز البيضه دي وبنعمل السيجمنتس سيجمنتس اني اجي بين الحزوز البيضه دي واطلع البرتقال بالشكل ده شايفين بنطلع البلب اهو انا هجيب دول هنا انا مطلعه شويه جاهز بنطلع دول نبعد عن القشره اللي في النص دي بناخد الثانيه وحتى لو تيجوا تعملوا السلطه هي دي طريقه نسميها سيجمنتنج لما تلاقوا وصفات انجليزيه مكتوب سيجمنتس بيبقى ده القصد هتلاقوا اللي بيفضل بالاخر بس الفواصل القشره اللي بالنص فاحنا هنعمل ايه هناخد القشر مش هنهدر حاجه النهارده هناخد القشر هنقطعه شرايح زي ما انتم شايفين هنا في الطبق اللي انا بقطع فيه السيجمنتس اهو بنشيلهم ودي الياف على فكره يعني احنا لو خدنا العصير بس مش هيبقى فيها الياف لا هنا هنحط الالياف كمان عشان كده بيقولوا اكل البرتقال صحي اكتر من شرب مجرد عصير البرتقال يعني مش دايما نعتمد على عصير السعرات الحراريه في كوبايه عصير عن ثلاث اربع برتقانات فالناس بالذات اللي عندها سكر كمان بيحسبوش السكر الفاكهه من السكر لا هو سكر برضو فالاكل شوفوا بالاخر بتصفصف ازاي فرغناها خالص فدي خلاص نتخلص منها هغسل ايدي بس وعشان نشيل مرارة البرتقان في القشر ما يبقاش ممرر بالزيادة هنديله كده غالية بمية هنغليه غليان واحد بس تعالوا نشوف نعمل ايه بنقطعه شرايح طبعا غسلين البرتقال بنقطعه ستريبس كده شرايح ارفع دي بس بالشكل ده وبناخده هنا هحطه في حله لوحده الاول مع ميه مغليه بنشيل منه سنه من المراره اول غاليه دي هتسحب المراره كتير وبعدين نشيله ونكمل في نفس الحله باقي الوصفه هحط دول على جنب واذا هنا احنا بنعمل ايه احنا قاعدين دلوقتي بنشيل بنسحب المراره الزايده من البرتقال على قشر البرتقان علشان ندخله في المربى المربى خليط من الجيلي وقشر البرتقان اللي بيبقى طري خلاص اذا المربى مكوناته ايه عندنا السيجمنتس دي خلينا نقول دول برتقانتين عندنا سكر عندنا اختياري برضو لو الناس عايزه تسيبه ساده عندنا القرفه والكلوز اللي هو القرنفل ولو حابين تضيفوا آه كمان سنه جنزبيل هيطلع خطير هنحط ملح الليمون طب احنا عندنا ليمون معصور يا شيف عندنا ليمون طبيعي ممكن تحطوا الليمون الطبيعي بس بما انه احنا هنا مش حاطين مواد حافظه عندنا السكر ماده حافظه طبيعيه ملح الليمون بيستخدم في التصنيع اكتر هو اسكوربيك اسيد مش مضر خالص بيحفظ الحاجه لفتره اطول زي الشربات ما بيستخدموش احنا في البيت نعمل ليمون لانه احنا بنستخدمه مستخدم... على طول عشان يقعد فتره طويله وما يخرج ما يخرجش الشربات بيحطوا ملح الليمون بس خلوا بالكم ان هو بيبقى مزز قوي يعني هو لازم تحطوه واحده واحده وتدوقوا المزازه وصلت لفين حلو تعادل كده المربى البرتقالي يبقى مزز وحلو احنا هنا ادوها انتوا ثلاث لاربع دقائق هنا هنشيل بشر البرتقال لو دقتوا الميه دي دلوقتي هتدقوه فيها مراره خلاص شيلناها على جنب ونرمي الميه دي مش محتاجينها احنا اصلا كل اللي بنعمله انه نشيل المراره هنيجي هنا هنحط السيجمنتس اللي احنا عاملينهم اوريدي بقى في عصير اهو الشرايح دي دول برنتقانتين خلينا نقول دول مثلا هيبقوا ده المجرين كب اللي هو كوبايتين دول تقريبا كوبايتين من البرتقال المتقطع ده مش العصير انا بوريكم بس الماجرين كب الكوب المعياري هنحط قصادهم قدهم تقريبا سكر هنعادل السكر بمعلقه صغيره من ملح الليمون واحنا حاطين الحل على النار قبل ما نزود سوائل هنستنى كده يبتدي البرتقان ما فيش قشر هنا خلاص احنا سحبنا القشر لما قطعناها بالسكينة وحنحط دلوقتي القشر كمان اللي سحبنا منه المرارة ونسيبهم على نار هادية لو خلوا بالكم في برتقان بيبقى ناشف شوية يعني بيبقى ما فيش فيه عصير كتير وفي برتقان مليان عصير لو البرتقان عندكم كان ناشف عندنا عصير البرتقان بنزود شوية الجيلاتين مش هضيفه دلوقتي خليه الأول يبقى سائل كده وبعدين هنضيف الجيلاتين الجيلاتين اللي من غير طعمه خالص اللي هو الساده هو ده هنسيبه بعدين هنضيف معلقه كبيره من الجيلاتين على الخليط اللي هيبقى بيغلي سخن عشان يدوب كويس وهو ده مربى البرتقال ولا اسهل نقدر ندخله في الحلويات يبقى حلو على الفطار وزي ما قلت لكم الفكره انه مفيد دايما بنحس بالشتاء كده لما ناخد فيتامين سي من البرتقال والحمضيات بيبقى مفيد جدا لينا، هنسيبه على النار وتعالوا نبتدي معانا وقت قد ايه كنترول؟ ثلاث دقائق، ايه رايكم نعمل الكيكه رايقه في ثلاث دقائق؟ جاهزين، اه ما حطيتش عود القرفه اهو وشويه كويس نشوف لهم شويه قرنفل يغلوا معاهم من الاول. يلا نعم. دلوقتي تعالوا نروح للمربى تاني بسرعه عندنا هنا بصوا ازاي بقول لكم السكر اتحول سوائل بصوا بقى خفيف قوي يعني زي الميه احنا عشان كده هنحتاج هنا نحط الجيلاتين بس انا مش عايزه احط الجيلاتين الا لما القشر ده يطرى هو طري دلوقتي بس عايزاه يطرى اكتر سنه كمان خلوه على النار وبالاخر هنضيف معلقه الجيلاتين وخلاص نسيبه يبرد ونحطه ببطرمان تعالوا هنا نرجع على المربى ونحط له معلقه كبيره من الجيلاتين هو ده الجيلاتين البودره اوكي هنحطها عليه وندوبها معاه ونوطي الحراره خالص محتاج الجيلاتين يدوب كويس جوه سوائل سخنه ريحه القرفه والقرنفل طالعه بشكل حلو قوي في المربع ولو حابين نزود قطعه جنزبيل انا عندي اهو هنا هو ده الجنزبيل الفريش من اكتر الحاجات مفيده لينا في البرد فهحط كم قطعه كده ضيفوهم انتوا شويه بالاول انا مش ضيفها بالمحضرة بس بيليق قوي قوي معاها ومش بس بليق بزود فوايدها وعملنا فيه المربى ادى علبه المربى اللى حضرناها مع بعض بالحلقه بقت جاهزه اول ما برد حطيناه ببطرمان متعقم ونظيف وحنقدر نحفظه فى السكر وفى ملح الليمون اللى بيحفظه فتره طويله